بصراحه نطرح تساؤلات كتيره جدا لاتحاد الكوره. ايه اللي بيجبر الانديه ان هي تتحمل تكلفه مساحات المباريات؟ طيب الانديه دي اللي مثلا مواردها قليله، ويمكن كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح مع كابتن احمد فوزي، الانديه اللي مواردها قليله ما عندهاش مورد هتعمل ايه؟ في انديه مش محتاجه كلام، انديه بتعاني، انديه فعلا بتعاني. انت النهارده بتفرض كمان غرامه على اللاعب اللي مش هيخضع لمسحه، هتدفعه 10,000 جنيه. والجديد بقى كمان ان النهارده في كلام ان اتحاد الكوره لا بيدرس انه ايه ما يتحملش مساحات الحكام. امال ايه؟ يعني انا برضو يعني اتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الكوره في مصر النهارده عايزه توصل الانديه واللعيبه في ايه؟ يعني انا نفسنا الحقيقه مش عايزه اقول عشوائيه، لكن التضارب ده في اتخاذ القرارات، ولا بنتخذ قرار لا بنتراجع عنه. ارجوكم يا جماعه النهارده انتم في اتحاد الكوره لازم تشوفوا حلول ايجابيه في هذا الموضوع بالذات.